سنرى بأن القرآن الكريم نزل وحيا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما ومجزأا وعلى وقائع متعددة في مدى 23 سنة تقريبا. جميل. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه الوحي كان يتغير يتبدل؟ كيف كانت هيئته عندما يتلقى الوحي؟ الوحي بطبيعة الحال شديد في عندما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوى عليه أحد، ولذلك رسول الله كان حتى لو نزل عليه وحي وهو يركب ناقة ترى الناقة تعرف بأنها أن من خلال حركاتها أن الوحي قد نزل. ورسول الله كان إذا نزل يتفصد العرق من جبينه من شدة هذا التلقي، ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يشير إلى هذا المعنى، لكن في مسألة بعيدة عن قضية الوحي، يعني الوحي وكيفيته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة مهمة لنا نحن الذين يعني نتصدر للفتوى، ومن يظن أنه يمكن أن يتصدر للفتوى. الإمام مالك وهو من هو في العلم والفضل وجمع السنة النبوية المشرفة، جاء إليه رجل يسأله في مسألة، فسكت الإمام مالك طويلا، فقال يعني هذه مسألة خفيفة، يعني إزاي تسكت كده يعني كأنه هو معانا اليومين دولت يعني، والإجابة عندنا احنا حاضرة فهو يظن أن هي خلاص خد الإجابة هي. فسكت الإمام مالك طويلا وقال له يعني هذه مسألة خفيفة يا إمام. فقال خفيفة، تقول خفيفة وقد قال الله سبحانه وتعالى وقد أخبر عن القرآن على لسان وأوحى للرسول إنا سنلقي إليك قولا ثقيلا، فيقول الله ثقيلة وأنت تقول خفيفة. حتى إن من أثر ذلك أحد علماء المالكية يسمى سحنون من بلاد المغرب العربي، سئل في مسألة ظل الجواب مترددا في ذهنه لمدة 3 سنوات يبحث ويذاكر ويقرأ ويستشير. ما أبعدنا نحن عن هذا المنهج الذي يقول لا أدري. نحن نقول دائما في جوابنا أدري.